حول إمامة الإمام العسكري سلام الله عليه، نجد في كلام للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، نجد قوله: وكان الإمام بعد أبي الحسن، بعد الإمام الهادي، ابنه أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام، لاجتماع خلال الفضل فيه وتقدمه على كافة أهل عصره فيما يوجب له الإمامة ويقتضي له الرياسة من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم وكثرة الأعمال المقربة إلى الله، يعني كثرة الأعمال العبادية. ثم لنص أبيه، يعني لأن هناك نصا من أبيه عليه، طبعا كل إمام من الأئمة الاثني عشر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنصوص موجودة بكثرة في المصادر الشيعية والسنية، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ عن الله تعالى أنه سيكون من بعده 12 خليفة كلهم من قريش، وهذا الأمر مجمع عليه بين المسلمين جميعا شيعة وسنة، أن بعد رسول الله 12 خليفة، لكن الاختلاف في التطبيق، يعني نحن يمكننا أن نحدد 12، لكن من لا يعتقد بما نعتقد لا يمكنه أن يحدد 12، ولذلك تراه يضطرب، يذكر الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم يذكر الإمام الحسن عليه السلام، ثم ينتقل إلى عمر بن عبد العزيز، ثم ينتقل إلى فلان، باعتبار أن معاوية وأضرابه يزيد بني أمية لا يوجد أحد من المسلمين يعتقد بأنهم كانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأئمة 12 متفق عليه، وأن كل مسلم في كل عصر يجب أن تكون في عنقه بيعة لإمام، هذا أمر متفق عليه، لكن من هم الأئمة 12؟ المسلمون جميعا متفقون على عظمة علي وبنيه 12 سلام الله عليهم، ونجد في مصادر سنية أساسية تعبير مثلا عن الإمام الجواد بالإمام الجواد، عن الباقر بالإمام الباقر، لكن لم يكن كثير ممن يعتقد بالأئمة 12 الذين نعتقد بهم، لم يكن كثير منهم قادرا على أن يصرح باعتقاده بهم، فنجد بعض العلماء يكتفي بذكر ترجمتهم. مثلا في كتاب تاريخ الخميس للديار بكري يترجم للأئمة 12، والترجمة ظاهرها أنها مدح من شخص يعتقد بهم، لكن عندما طبع الكتاب، حرف الكتاب، فأضيفت عبارة، هو يقول الأئمة 12 ويترجمهم، أضافوا عبارة فيما يزعم الرافضة، فيما يزعم الرافضة، لكن عندما تدقق في الترجمة للأئمة تجد أن هذا الكلام لا يتناسب مع هذه العبارة، وأن هذه العبارة دخيلة. الإمام العسكري سلام الله عليه في عصره كان محل إجماع المسلمين، بحيث أن جميع القادة والسياسيين والوزراء والفقهاء والعلماء كانوا يخضعون له، علما بأنه كان صغير السن كما سيأتي إن شاء الله. كان مولده، مولد الإمام العسكري سلام الله عليه، في المدينة المنورة سنة 232، وقبض لثمان ليال خلونا من شهر ربيع الأول سنة 60،
وله يومئذ 28 سنة. يعني الإمام العسكري عليه السلام عندما استشهد كان ابن 28 سنة. ابن 28 سنة كان محل إجماع الناس إلى حد يعجز اللسان والبيان عن وصفه، وهذا الكلام ثابت من خلال ابن رئيس الوزراء الذي كان في عصر الإمام العسكري عليه السلام. وكان رئيس الوزراء يقال له آنذاك الوزير، وأيضا نفس الوزير أي رئيس الوزراء بمصطلح اليوم بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام جاء جعفر الكذاب يريد من السلطة أن يجعلوه محل الإمام العسكري، فطرده رئيس الوزراء وقال له، هذا يدل على مقام الإمام العسكري عليه السلام، قال له إن الخليفة وأعوانه جردوا سيوفهم لمحاربة أخيك وأبيك، يعني الإمام العسكري والإمام الهادي، فلم يستطيعوا، ولو كان الناس من شيعتكم يعتقدون بك كما كانوا يعتقدون بهما لما احتجت إلينا. ثم طرده. إذن كانت شخصية الإمام العسكري عليه السلام رغم صغر السن، طبعا 28 سنة أكبر ب 28 سنة إلا ساعة أو ساعتين من النبي عيسى عليه السلام عندما ولد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. مسألة العمر بالنسبة للمعصوم ليست مهمة. فالإمام العسكري سلام الله عليه في سامراء ورغم الظرف المضطرب آنذاك جدا كان محل احترام الجميع. استمرت مدة إمامة الإمام العسكري عليه السلام 6 سنوات، يعني من سنة 254 سنة شهادة الإمام الهادي سلام الله عليه إلى سنة 260 سنة شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه. سنة 260 مش تاريخ متفق عليه، لذلك تجد من يقول 255-256، لكن بناء على ما نقل عن الشيخ المفيد أن شهادة الإمام العسكري عليه السلام كانت سنة 260 هجري. من نصوص الإمام الهادي عليه السلام على إمامة الإمام العسكري وابنه الإمام المهدي المنتظر عليهما السلام، يقول: شخص اسمه داود ابن القاسم الجعفري، سمعت أبا الحسن يعني الإمام الهادي عليه السلام يقول: الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ يعني الإمام من بعدي هو الحسن، يعني الحسن العسكري، فكيف لكم أن تعتقدوا وتوقنوا بالإمام من بعد الحسن؟ فقلت: ولما؟ يعني هذا الكلام فكيف لكم بالخلف، يعني سيكون اعتقادكم بالخلف صعبا، يدل على أسباب، لما جعلني الله فداك؟ فقال: إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. فقلت: فكيف نذكره؟ قال: قولوا الحجة من آل محمد عليهم السلام. الحجة، طبعا توجد عدة روايات حول تحريم ذكر اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الروايات قسم من علمائنا يفتي على أساسها إلى الآن بأنه في هذا العصر يحرم ذكر اسم الإمام المهدي أرواحنا في ذلك، والسبب طبعا أمني إلى الآن. يمكن أن نقول المهدي المنتظر، المهدي القائم مثلا عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن أن نذكر الاسم هذا الأمر ينهى عنه. ولا شك أن الأفضل والأسلم والأحوط هو عدم ذكر الاسم.
إذن الإمام الهادي عليه السلام كان يؤسس لهذه المرحلة ما بعد الإمام العسكري عليه السلام لفترة إمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه، التي بدأت سنة 260 بناء على رأي الشيخ المفيد عند شهادة الإمام العسكري عليه السلام. هنا إشارة إلى أن الإمام العسكري سلام الله عليه من أبرز الأمور التي أنجزها في تثبيت إمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه أنه جعل الكثيرين من الخواص الذين يوثق بهم يرون الإمام صاحب الزمان ويتحدثون معه، وبعضهم مثل سعد بن عبد الله الأشعري القمي وجه أسئلة إلى الإمام وأخذ أجوبتها، وهذه الأمور مستفيضة في مصادرنا. يعني هناك قائمة بأسماء 40 شخصا رأوا الإمام المهدي أرواحنا فداه في زمن الإمام العسكري قبل شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه، وأسماءهم موجودة في مثلا كتاب كمال الدين وتمام النعمة، كتاب كفاية الأثر، كتب كثيرة. وكما ذكرت هناك في بعض الأسماء تفاصيل وافية جدا تدل على عصمة الإمام وعلم الإمام أنه علم لدني ومعصوم رغم صغر سنه سلام الله عليه. روي عن الإمام علي الهادي عليه السلام أنه كتب إلى أبي بكر الفهفكي: أبو محمد ابني، أنصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو أكبر من ولدي وهو الخلف، وإليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامها، فما كنت سائلي فسله عنه، فعنده ما يحتاج إليه. من الأمور التي قام بها الإمام الهادي عليه السلام غير النص على الإمامين من بعده، يعني على الإمام العسكري والإمام الحجة، أن الإمام الهادي هو الذي تولى تنفيذ الخطة الإلهية في تزويج أم الإمام المهدي من أبيه الإمام الحسن العسكري. أم الإمام المهدي رضوان الله تعالى عليها وسلام الله عليه هي في الأصل نصرانية، بنت يشوع من حفدة قيصر ملك الروم. إذن هي في بلاد مختلفة ولم تكن عرفت الإسلام، وأورد قصة انتقالها إلى بغداد ثم إلى سامراء من جملة من أوردها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الصدوق عندما ينقل قصصا من هذا النوع ينبغي أن نهتم بها لخصوصية أن الشيخ الصدوق هو نفسه إحدى كرامات الإمام العسكري سلام الله عليه، وإحدى كرامات الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشيخ الصدوق هو ينقل في كتاب كمال الدين وتمام النعمة ما يدل على أنه هو إحدى كرامات الإمام المهدي أرواحنا فداه، ينقل أن أباه لم يكن ينجب أولادا، بيو للشيخ الصدوق ما كان بيجي أولاد، فطلب من شخص اسمه أبو جعفر الأسود أن يوصل لسفير الإمام المهدي أرواحنا فداه طلب الدعاء، أن يطلب السفير من الإمام
أن يدعو لوالد الشيخ الصدوق أنه يصير يجي أولاد. أبو جعفر الأسود ما كان بيجي أولاد نفسه، فطلب إله وطلب لوالد الشيخ الصدوق، جاء الجواب بأن والد الشيخ الصدوق سيرزق بأولاد، ولم يأتي الجواب له بالموافقة. بعد مدة ولد الشيخ الصدوق وتوفي والده. بيقول الشيخ الصدوق: كان أبو جعفر الأسود يشوفني أنا رايح وجاي على الدرس، وعرف أنه يعني ذكي وفتح إلى آخره، كان يقول: لا عجب، فأنت قد ولدت بدعوة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الشيخ الصدوق هو قريب عهد من جو الإمام المهدي سلام الله عليه في بداياته، ومن أجواء زمن الإمام العسكري سلام الله عليه، وهو إحدى هذه الكرامات من الإمام المهدي أرواحنا فداه. فعندما يتحدث عن خصوصيات ترتبط بتزويج الإمام العسكري أو بخصوصيات ترتبط بسفراء الإمام المهدي أرواحنا فداه أو بغيبته ما يتعلق به عموما سلام الله عليه، فإنما ينقله الشيخ الصدوق ينبغي أن يحظى بعناية خاصة. خلاصة القصة الطويلة، يعني لأن القصة عبارة عن عدة صفحات، سوف أذكر خلاصة أكثرها ثم أقرأ النص في ختامها، أقرأ الفقرات التي هي في ختام هذه القصة. القصة من أولها: كان هناك شخص اسمه بشر، وكان يشتغل في شراء العبيد، لكن بالطريقة الشرعية جدا، لأن الإمام الهادي عليه السلام فقهه في ذلك وعرفه الحلال من الحرام. هذا بشر كان من الأنصار، يعني من المدينة، لكن كان يسكن في سامراء. يوم من الأيام بيبعث له الإمام الهادي عليه السلام ويقول له: خذ هذه الرسالة، رسالة مكتوبة باللغة الرومية، واذهب إلى المكان الفلاني، راح يجيبوا إماء وعبيد للبيع. فأنت بتكون واقف إلى أن تأتي أمة من الإماء مواصفات هكذا، ومن جملة أفعالها أنها لا تدع أحدا يلمسها، وأنه بتحكي عربي إلى آخره، أعطاها التفاصيل. وترفض أن يشتريها أحد، فتقدم منها وأعطيها هذه الرسالة. ولذا رحت صار بالتفصيل مثل ما ذكر الإمام سلام الله عليه، أعطيتها الرسالة. مجرد أن رأت الرسالة قرأتها بكت وقالت للنخاس: بعني من هذا. ثم عندما وصلت معي إلى البيت أخرجت الرسالة وتقرأها وتبكي، فسألتها: ما الأمر وكيف تبكين من رسالة شخص لا تعرفينه؟ قالت له: يا قليل الاعتقاد بمقام الأنبياء والأوصياء، وتكلمت بقصتها أنه هي أسلمت في بلادها ورأت في النوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبها من النبي عيسى عليه السلام، ثم جاءت الزهراء سلام الله عليها وقالت للزهراء: لماذا لا يزورني إمام الحسن العسكري سلام الله عليه؟ قالت لها: لا يمكن أن يزورك وأنت على دينك، إذا دخلت الإسلام يمكن أن يزورك. فدخلت في الإسلام وكانت ترى الإمام العسكري سلام الله عليه، إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة وجاءت إلى سامراء إلى بيت الإمام الهادي سلام الله عليه. قال بشر الطريق إلى الإمام الهادي: فقلت لها: وكيف وقعت في الأسر؟ فقالت: أخبرني أبو محمد، يعني الإمام العسكري سلام الله عليه، ليلة من الليالي أن جدك سيسرب جيوشا إلى قتال المسلمين يوم كذا، ثم يتبعهم، فعليك باللحاق بهم متنكرة
مهم إلى أن وصلت إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، قال بشر: فلما انكفأت بها إلى سر من رأى دخلت على مولانا أبي الحسن العسكري عليه السلام فقال لها: كيف أراك الله عز الإسلام وذل النصرانية وشرف أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله؟ قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟ بحسب هذه الرواية، أم الإمام المهدي أرواحنا فداء علمها جدها القيصر العربي، أفرد لها معلمة عربي، طبعا من جملة التدبير الإلهي، وعندما جاءت كانت تجيد العربي. قال لها الإمام الهادي عليه السلام: فإني أريد أن أكرمك، فأيما أحب إليك، أيهما أحب إليك، 10,000 درهم أم بشرى لك فيها شرف الأبد؟ طبعا يعني إذا أخذت 10,000 أيضا تبقى هذه المكرمة أنها أم الإمام المهدي كما سيأتي، لكن هذا بدل على الموقف من المال وكيف ينبغي أن يكون تفضيل القيم والأمور المعنوية على المال قويا إلى هذا الحد. أيما أحب إليك، 10,000 درهم أم بشرا لك فيها شرف الأبد؟ قالت: بل البشرى. قال عليه السلام: فأبشري بولد. مين اللي عم يحكي؟ الإمام الهادي أبو الإمام العسكري سلام الله عليهما مع أم الإمام المنتظر أرواحنا فداء. فأبشري بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قالت: ممن؟ قال عليه السلام بعده، هو مش حاكي للإمام الهادي شو شافت المنام وأنه إجا الرسول وخطبها، فالإمام الهادي بيقلها. قال: ممن خطبك رسول الله صلى الله عليه وآله له من ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا بالرومية. قالت: من المسيح ووصيه. قال: فممن زوجك المسيح ووصيه؟ قالت: من ابنك أبي محمد. قال: فهل تعرفينه؟ قالت: وهل خلوت ليلة من زيارته إياي منذ الليلة التي أسلمت فيها على يد سيدة النساء أمه؟ فقال أبو الحسن عليه السلام كافور: أدعو لي أختي حكيمة. حكيمة بنت الإمام الجواد عظيمة جدا، وهي التي أشرفت على ولادة الإمام المهدي أرواحنا فداء. فلما دخلت عليه قال عليه السلام لها: ها هي. عم بيقول الإمام الهادي لأخته سيدة حكيمة عن أم الإمام التي يبدو أن اسمها أم الإمام اسمها مليكة، لكن اسم مشهور نرجس وهناك اسم آخر صيقل، لكن يبدو بالأصل الاسم مليكة. ها هي. فاعتنقتها طويلا وسرت بها كثيرا، فقالت لها مولانا يا بنت، فقال لها مولانا، قال الإمام الهادي عليه السلام لأخته حكيمة: يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عليه السلام.